اليوم جيت عند هاوس اوف بيوتي عاودت صبغت الشعر ديالي. علاش؟ حيت كنت داك النهار فاش صبغتو كنت مازال ما لصقتش الشعر. دابا ملي لصقت الشعر خصني يجيني هنا بحال هنايا. وجيت عند خويا سيمو، انا نطيب لكم الكوم ديالو، هو وخويا رضا تبارك الله عليهم واعرين، عندهم الخدمه متقونه، كيخدموا الشعر بواحد المصداقيه. شوفوا الويبي اللي داروا لي في الشعر ديالي، هانتوما ويبي بلا لا لاك بلا والو، الشعر رائع. المهم هذا ماشي في الشهر، انا اي حاجه كنجربها وكتعجبني تنبغي نبارطاجيها معكم. عجبني كيفاش صوب لي الشعر ديالي، مع ان انا كان عندي شعري هنايا واكل الدق، صوبوا لي مزيان، صبغوا لي، حاول يرد لي هذا اللون هذا ماشي مع هذا، حيت هنا غيجي مكتر وهنا ديغرادي. صوبوا لي مزيان، صبغوا لي، حاول يرد لي هذا اللون هذا ماشي مع هذا، حيت هنا غيجي مكتر وهنا ديغرادي، يعني هابط اللون هو كيتفتح هو كيتفتح حتى وصل لهنايا. دابا تشوفوا شعري هكا غتقولوا شعري حقيقي. كيجاكم؟ تبارك الله عند الصالون عامر. البنات اللي بغاو يجيو خذوا لي رونديفو ديالكم، دخلوا عند سيمو ولا عند رضا، راه كيصرعوا الشعر كيصوبوه واعر. اللي بغات تبدل الغلوكينغ، اللي بغات دير تقطع شعرها، اللي بغات تلصق تلصقوا الشعر. غير انا ما لصقتش عندهم، نتوما عارفين عندهم لصقت، انا السطوري الجاي غنقول لكم عليه. الاثمنه عندهم مناسبه، تقريبا ما بين 4000 درهم 5000 درهم، فيها التلصق فيها كل شيء. دخلوا عندو الهيل، هذا الكونت اللي غنحط لكم راه ماشي اشهار، انا بهذا النهار خلصته عطيتو فلوسي، ولكن صوب لي حيتاش في الاول فاش كنت كنصوب الشعر فابور، ما نكذبش عليكم كنت كنصوبو فابور، ما صوبوليش بحال هاد لاكاليتي هادي، ولكن دابا كاليتي واعره وكلكم شكرتو لي في الخاطر. هانتوما المهم انا راه ما مصوباش وجهي، ما دايره حتى حاجه لوجهي، ماشي مشكل. اهم حاجه نوريكم الشعر كيفاش جا، جا زوين وانا عجبني صراحه. بالله العلي الله يخطيك وحاسه الله يعطيك الصحه، الشعر طبيعي رائع 100%. شوف اختي الشعر، شوف. المهم البنات اللي بغات تلصق الشعر ديالها تمشي عند واحد الاثمنه عندهم مناسبه، تقريبا ما بين 4000 درهم 5000 درهم، فيها التلصق فيها كل شيء. دخلوا عندو الهيل، هذا الكونت اللي غنحط لكم راه ماشي اشهار، انا بهذا النهار خلصته عطيتو فلوسي، ولكن صوب لي حيتاش في الاول فاش كنت كنصوب الشعر فابور، ما نكذبش عليكم كنت كنصوبو فابور، ما صوبوليش بحال هاد لاكاليتي هادي، ولكن دابا كاليتي واعره وكلكم شكرتو لي في الخاطر. هانتوما المهم انا راه ما مصوباش وجهي، ما دايره حتى حاجه لوجهي، ماشي مشكل. اهم حاجه نوريكم الشعر كيفاش جا، جا زوين وانا عجبني صراحه. بالله العلي الله يخطيك وحاسه الله يعطيك الصحه، الشعر طبيعي رائع 100%. شوف اختي الشعر، شوف. المهم البنات اللي بغات تلصق الشعر ديالها تمشي عندها غير مننا. أيوه يا من زينة، أيوه سعودي خصو يزيد في الصداع. يا كنتي واحد مليار؟ مليار صافي. إيوا عقل أنت راه كتشوفني في الستوريات، عقل على مليار ما تزيدنيش. خويا فهد أنا ما قلت والو، هي اللي قالت. أي لابي الله يخليه لك. آمين الله يفرح قلبكم، بعد عليكم عين البشر. آمين. أو لا لا جيتي غزالة ما شاء الله، صرعوك سيمو وريضة. سيمو هذا الله يعطيه الخير، ما شاء الله شوفي الشعر بحال شنو مصاوب. انت هذيك انا صاحبتي ولا دايره صغيبة بصغيبة. جاك واعر. هنايا شوفي زادوا لي هذا الروتوش هنايا. لا لا جاك واعر، صحتك وراحتك. الله يعطيه الصحة، كيعرف يصاوب كلشي مزيان. البنات مشيو عند سيمو، دخلوا عنده وقولوا له من طرف الحكومة ومرت السعودي وغيتهلا فيكم. اختي جيتي بومبا غير مننا. ايوا يا من زينة، ايوا سعودي خصو يزيدك في الصداع. يا كنتي تقولي واحد مليار؟ مليار صافي.
ايوا عقل انت راه كتشوفني في الستوريات عقل على مليار ما تزيدليش خويا فهد انا ما قلت والو هي اللي قالت اي لاف يو الله يخليه لك امين الله يفرح قلبكم بعد عليكم عين البشر امين لا لا جيتي غزاله ما شاء الله صرعوك سيمو وريضه هذا الله يعطيه الخير ما شاء الله شوفي الشعر بحالاش مصاوب انت هذيك انا صاحبتي ولا دايره صغيبه بصغيبه جاك واعر يا شوفي زادوا لي هذا الروتوش هنايا لا لا جاك واعر صحتك وراحتك الله يعطيه الصحه كيعرف يصاوب كلشي مزيان البنات كلشي وعند سيمو دخلوا عنده وقولوا له من طرف الحكومه ومرت السعودي وغيتهلا فيكم عند صاحبتي غزالة الفنة المحتجبة ندى حسي تبارك الله المناسبة ديال تقيب الودنين جينا نباركو لها مرحبا مرحبا بكم نهار كبير هذا الله يكبر بيك مرحبا الله يخليك بنيتك وبنيتات كاملين امين يا ما شاء الله عليها اليوم دايره حفله ديال تقيب الودنين اختي وعرضت علينا هانتوما هي مرت السعودي جات حتى هي انتما راها حريوده ويدات لاباس عليكم مرحبا بكم عندنا الله يرحم بك الخير الله يحفظك ليا الله يكبر بك معنا الزين الفن كيكيزو كيكيزو احلى كيكي احلى حكومه في العالم الله يحفظها احلى ندى واحلى ايمان انتما كيكيزا ها الزين الله هيا فرحانة صاحبتي نادى الله يحفظك فرحانة جيت وعندي الحبابة جينا عند صاحبتي غزالة الفنة المحتجبة نادى حسي تبارك الله المناسبة ديال تقيب الودنين جينا نباركو لها مرحبا مرحبا بكم نهار كبير هذا الله يكبر بيك مرحبا الله يخليك بنيتك وبنيتات كاملين امين يا ما شاء الله عليها اليوم دايره حفله ديال تقيب الودنين اختي وعرضت علينا هانتوما هي مرت السعودي جات حتى هي انتما راها حريوده ويدات لاباس عليكم مرحبا بكم عندنا الله يرحم بك الخير الله يحفظك ليا الله يكبر بك معنا الزين الفن كيكيزو كيكيزو احلى كيكي احلى حكومه في العالم الله يحفظها احلى ندى واحلى ايمان انتما كيكيزا ها الزين الله هيا كنت فرحانه صاحبتي نادى الله يحفظك فرحانه جيت وعندي الحبابه وانا من ويت فراق الحكومه هو اللي سخبيه انا من ويت فراق هو اللي سخبيا جواج ما قالها ليا ناس المنصورية حلفات سنبليوي جواج ما قالها ليا شدو يا ناس علي شدو علي شدو علي شدو علي شدو علي اختي دوليا شدو علي شاد اختي نقابة الحماقة عليك هاد هاد النقافة ديما تنقول انت هي كلاس 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 وشيك وراقية الله يكبر ونقافة في المستوى وكنحماق عليها انا الله يحفظك ليا خصنا نديرو شي شوتين مرحبا على الراس مرحبا حبيبي ديالي ايوا اختي انت صوتك الله يحفظك لاله كيزيد الجبال اختي الله يحفظك ليا شوفوا تسناوها راه كاين واحد المفاجأة من حرقة لكم جداد وانا من ويت فراق الحكومة هو اللي سخبيا انا من ويت فراق ونوال هو اللي سخبيا جواج ما قالها ليا
شدو يا ناس عليه شدو عليه شدي عليه شدي عليه شدي عليه اختي دوليا شدي عليه شاد اختي النقافة صراحة حماقة عليك كبرت انا كنحماقة عليك هاد النقافة ديما تنقول انت هي كلاس 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 وشيك وراقية الله يكبر النقافة في المستوى وكنحماق عليها انا حبيبتي الله يحفظك ليا خصنا نديرو شي شوتين مرحبا على الراس مرحبا حبيبتي ايوا اختي انت صوتك الله يحفظك لالا كيزين صراحة جبالة اختي الله يحفظك ليا شوفوا تسناوها راه كاين واحد المفاجأة من حرقة لكم جداها وانا من ويت فراق الحكومة هو اللي سخبيا انا من ويت فراق الاول هو اللي سخبيا جواج ما قالها ليا ناس المنصورية حلفات سنبليوي جواج ما قالها ليا شدو يا ناس عليه شدو عليه شدي عليه شدي عليه اختي دوليا شدي شاد اختي خصني نقافه حماقة عليك كبرت انا كنحماق عليك هاد النقافه ديما تنقول انت هي كلاس 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 وشيك وراقيه الله يكبر النقافه في المستوى وكنحماق عليها انا حبيبتي الله يحفظك ليا خصنا نديرو شي شوتين مرحبا على الراس مرحبا حبيبتي ايوا اختي انت صوتك الله يحفظك لالا كيزين صراحه جبالة اختي الله يحفظك ليا شوفوا تسناوها راه كاين واحد المفاجاه من حرقه لكم جداها هانتوما على الملوخيه جينا لدار الكرم والجود دار صحراوة الله يعمرها سلعة ولاد عمي هيا بصحتك دار صحراوية بحال الله يكبر ليك غزالة ما شاء الله الله يحفظك كتشبه لي كتشبه لي تفوجك اه شوية كيقولوها لا لا والله تزوينة ما شاء الله الله يحفظك حبيبتي الله يحفظك زوينة مقبولة وصوتك زوين الله يحفظك انتم هي الملوخية الناس اللي ما كيفهموش وراه بلا صحراوة اللي غيعرفوها الملوخية زوينة هي هادي انتم الدجاج تبارك الله دار لنا داكشي الحكومة الله يرحب بك الخير بك حبيبتي الله يحفظك اختي دنيا غزالة مرحبا نقافة غزالة ما شاء الله قلبا وقالا ما شاء الله هي الحاجة مرمت دنيا ما شاء الله وهي دي مرت السعودة هي الحكومة هاي هاي مرت السعودة ساريتك معايا في كازا مرحبا كي جاوكم عارفي ياكي تشريك ها انتم داروا لنا ثلاثه ديال الاطباق هذا اللحم بالبرقوق والمشماش مغربي اختي هذا الطبق هذا الدجاج الفران معمر هذه الملوخيه كيعرفوها صحراوه ملوخية طلق الحمام يطير طلق الحمام يطير لا ما خضرتيش عليه ايوا الحمام يطير الحمام يطير راك عين ولي الحمام يطير الحمام يطير لا ما خضرتيش عليه طلق الحمام يطير الحمام يطير راك عين ولي الزين يبغي خنات الفيلا والطوموبيلات يا غير وكمل ما عندك تافي زبات يا غير وكمل ما عندك تافي زبات طلق الحمام يطير لا ما خبرتيش عليه الحمام يطير الحمام يطير جاتك تتحمق ما شاء الله اختي انا عجبتني الصوره ديال سيدنا اكثر من جلابتك اختي اكيد هذاك هو النواره ديال المغرب الله يخليه لينا الله يطول في عمره ما شاء الله جاتك جلابه رائعه زوينه تبارك الله على التصاميم ديالك واعرين جبوكم البنات مرحبا بكم مرت السعودي قادمه بقوه اختي ماشي جلابه ديالها والو لبستي جلابه مصممه شوفي كي كيس دايره في الكشوه عجبه ها كي كيس جايه بصداعه جاتك جلابه رائعه انيقه دايره لهم شي ثمن زوين بمناسبه عيد الاضحى راك عارفه تجيب على قد الحال اكيد وتهلا الله في البنات ديالي البنات دخلوا تاخذوا جلابه عند مرت السعودي رائعه وزوينه عندها تلوينه جاتك اختي جلابه جاتك تتحمق ما شاء الله اختي انا عجبتني الصوره ديال سيدنا اكثر من جلابتك اختي اكيد هذاك هو النواره ديال المغرب الله يخليه لينا الله يطول في عمره ما شاء الله جاتك جلابه رائعه
زوين تبارك الله على التصاميم ديالك واعرين. جبوكم البنات مرحبا بكم. مرت السعودي قادمه بقوه. اختي ماشي جلابه ديالها والو لبسي جلابه مصممه. شوفي كي كيس دايره في الكشوه. عجبه ها كي كيس جايه بصداعه. جاتك جلابه رائعه انيقه دايره لهم شي ثمن زوين بمناسبه عيد الاضحى. راك عارفه الجيب على قد الحال اكيد. وتهلاي في البنات ديالي. البنات دخلوا تاخذوا جلابه عند مرت السعودي رائعه وزوينه عندها تلوينه. دابا تنوجدوا الاسبوع اللي انت غيكون حنا جالسين مازال على الكلمه ديالك غنعرض على 200 الناس 100 كتبقى 100 150 عافاك صافي نعرضوش على الف. ها انتوما 150 تليفون ديال نادا وديالي غير حضروا معنا. لا اللي قلت لهم العرس الاسبوع اسطوري ان شاء الله بمدينه فاس ان شاء الله الكبيدات. اي حريوده قلتوا لي فان ديال الحكومه ولي فان نادا حاسين لي فان ديال ديما لا غنديروا لكم فاس والله مرحبا بكم ونتي مرحبا بكم الشرفه في داري. مرحبا بكم كاملين في داري. الله يحفظك الزين ديالي كيكيزا امولات النمر. مرحبا بك في داري فاطمه. يا فاطمه مرحبا بك في داري. يسرى شكرا لدار الحوت. سلام البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا انتم بحال جينا من كانت عندنا القاله بحال جينا. المهم اش بغيت نقول لكم كيدخلوا عندي بزاف البنات كيقولوا لي عواطف واش جلي البنت ديالك. اكيد ديالي اللي بغى جلي البنت يتواصل معايا. كنتسنى غير نهبط لاكادير باش نصور لكم كلشي لي كولور اللي عندي وهذا. فاللي بغى شي حاجه يتواصل معايا في الخاص على قبل جلي البنت وغيكون تمام ريزونابل. كاينين جلي البنت كل واحد يعني غيمشي على الاستطاعه ديالو فهمتي.
يلا نتسناكم الحبيبه ديالك واش كيتخانق ديك لي عاوتاب واش هاد الجلبات واش ديالك واش هاد فين غنلقاو هاد الجلب اكيد ديالي اللي بغاهم يتواصل معايا في الخاص بيزو جوج تلاقا ويلي انا راه مشكله كنلاقي صحاباتو كندم الا